يبشر بحاجاتك دي عشان انت ذاتك تكون على راسه. وقت الخير وجاء رغم الاطراد من الوزارة انه ما يجي شرق السودان. يا اخوانا في فهم خاطئ جدا. وانا دي اعيبها بكل امانة على الحكومة. انه مسؤول ده يجي هنا يقول لنا ناس المسار ما يركب. اولا هذا المسار تم الغائه من القاعدة الجماهيرية. اخوانا ملغي ولا لا؟ ملغي ولا لا؟ ملغي. نحن بالنسبة لنا ملغي. الشيء الثاني استعمار نخب الخرطوم انتهى لا رجعت فيها. يا اخوانا من 56 الى يومنا هذا عطشانين ما عندنا تعليم نعاني العطش نعاني الجهل. 56 قالوا الاستغلال لغاية الليلة. استغلال ده نحن مستفيدين منه؟ ما مستفيدين منه ذاته. الاستعمار ذاته افضل لانه كان حي مش التوكر والقاش. لكن النخب الغشاشة بتاعت الخرطوم الدار تستخدم اصواتنا عشان ما تحكم به السودان. يقولوا الانجليز كان بيشتغل لمصلحة التوكر والقاش. هم ليه ما اشتغلوا لمصلحتهم؟ اقتداء بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله من انفع واستنفع. معناه الانجليز اللي يقولوا نحن الكفار عملوا بحديث الرسول. لكن هم اللي بيعتقدوا مسلمين وفالحين ما عملوا بالحديث ذاته. عشان كده يعني الغش السياسي انتهى لا رجعت فيها. عشان كده يعني ما يغشونا. ونقول لفولكر اهل المصلحة هؤلاء الناس الواقفين في الحجير بجمالهم بعرباتهم وكداري كلهم واقفين كأهل المصلحة مش أهل المصلحة شوارع الخرطوم ولا اليسار. فلذلك الخرطوم بعد يساره ويمينه ما بيحكمونا نحن إلا يشوفوا حاجة ثانية لأنه ما استفدنا منه. والله أتحدى أي حزب يقول الآن إذا يفتكر أنه نحن بعدنا نكون نمسك جلابيته زي الولد الصغير ونمشي وراهم والله موهومين. الشرق تحرر حرية خلاص انتهى القصة انتهت. ما في بعد ده تضليل وتدليس. نحن الأصوات أبدا شرق السودان. نحن الآن منتظرين الرئيس برهان ونائبه الكونوا لجان لتنفيذ شروط القرد. وحتى الأمر لا ينعكس سلبا نناشد الأخ النائب أنه من بكرة يوجه هذه اللجان تشتغل. أما أتوقع المسار والله إلا يطبق في راسه. الأرض دي محرمة لأنه الدماء دي كلها سالت ضد رفضا لهذا المسار. ما في مسار ذات ولا تتكلموا فيه. أنا برضو بشكر الأخ الوالي. الوالي بتاعنا كسر ما والي سياسة والي تنمية. نحن بنشكره ونحن الزول إذا أعوج نقول له أعوج في عينه. إذا ماشي كويس نقول له ماشي كويس. عشان كده نحن نشكر الوالي ده ما والي سياسة ونحن عيد فيه الصغة وما دارين الناس تحفر من تحته. ما بنقبل لأنه كتر خير ووقف موقف جميل جدا في الأزمة بتاعت الموية. وقف موقف قوي جدا في المسألة بتاعت القاش التحضيرات والتزامه للجاز عندما تأخرت الميزانية بتاعت الخرطوم ضربه وصدره. نشيد من أخ الوالي وإن شاء الله هيكمل معانا التنمية دي. أنا أفتكر يا أخواننا أهلنا في شرق السودان. نحن أصلي يا أخواننا وقلنا قاتل عشان نقاتل لقناعة. نوجه رسالتنا للإخوة اللي بيفتكر يقولوا نحن أنصار مسار ولا هناي. نقول لهم تعالوا إلى كلمة سواء. نحن بنقول ما دايرين وزارة ولا دايرين سياسة ولا دايرين هاي. نحن دايرين حكم راشد في السودان ننال فيه حقوقنا كاملة. نحن الآن بنقول أنه شرق السودان محتاج مفوضية ما مربوطة بالفترة الانتقالية. دايرين مفوضية 10 سنة بتاع التنمية تقود شرق السودان.
الانتخابات مرحب بها، اصل نفوذ اللي يفوز يمشي، لكن لابد نبني على اساس 10 سنوات يكون فيها خدمه خاصه لشرق السودان مواردنا. اما السودان وحكم السودان، انا افتكر ان السودان محتاج لحتين، اما الدستور الامريكي، اما الدستور الالماني الاتحاد، المانيا الاتحاديه اتحاد فوق، لكن كله اغلين بدستوره وبحكمه. عشان كده قصه اللف والدوران والغش وكل السودانيين السودان وهدف السودان.